مرحبا، ويلكم باك تو ماي شانل بفيديو جديد. هذا الفيديو الثاني تبعوا الهدايا من اصحابي من مصر. مثل ما قلت بالفيديو اللي راح يكون نزل قبل هيدا، فيديو الهدايا مش لانه عم بفرد جناحاتي ابدا، انا عم بشارككم الحب والمحبه ومن الاشياء يلي بنعبر فيها عن مشاعرنا. هني ذا جيفتس، هيك بنحاول، هني ما بيعبروا، بنحاول نوصل شيء معين ولا شعور معين للشخص يلي بنحبه. الهدية مش بقيمتها المادية، القيمة بقيمتها المعنوية، لأنه أنا بعرف وبفهم إنه لنقي الهدية it's a process، لنروح ونفكر شو بنجيب وشو الشخص بيحب إلى آخره إلى آخره. ف this means a lot to me. مع انه الناس بتعرف مثل ما قلت بالفيديو يلي فات اني ما بحب الهدايا، بس الهدية هيدي المرة is very special from a very special person. هي the master of makeup، فعليا she's a master، الاستاذة بالميكاب، الفنانة بالميكاب، اسماء عادل. راح اترك لكم رابط القناة تبعها تحت بصندوق الوصف، لا تروحوا تشوفوا بعيونكم، لأن مهما قلت مستحيل أعطيها حقها. Her videos are awesome. Her techniques ولا الميكاب اللي بتنزله، إذا كان the simple ولا no makeup makeup ولا makeup للمناسبات ولا حتى الميكاب تبعوا المناسبات بغير بلدان. هون بدبي نحن بنطلع فيه بالصبح وبالليل وبالنهار عادي جدا. فهي she has her own touch، her own personal touch. للصبايا اللي دايما بيقولوا لي اعملي لنا واعملي لنا، جاياكم الفيديوهات على الجاهز، بليز روحوا لعندها. مثل ما قلت انا انا ستيل ام ا جريت فان، كثير بحب الفيديوهات تبعولها. هير ميك اب از فانتاستيك، اتس فينومينال. عندها مثل ما قلت هير اون بيرسونال تاتش، يعني لما بينشاف الميك اب بينعرف انه هيدا تبعو الاسماء عادل. كان عندي الشرف انه شرفتني ونورتني لما شفتها، كان لي الشرف انه شوفها. والقصة مش عم بنشوف ولا عم نلتقي كزبونة وكا ميك اب ارتست، قعدنا ساعات عم نضحك عم نضحك. We had a great time. It was hilarious. اسماء كشخص يعني كشخص غير كاسماء بالفيديوهات، غير كاسماء قدامكم، يعني on a personal point of view she is very funny. عندها خفة دم رهيبة رهيبة جدا، رهيبة. بنت بلد ومثل ما بنقال بالمصري جدعة، وعندها هيدي الحنية وهيدي الطيبة بقلبها اللي قليل من الناس عندهم. بعد she is very هيك عفوية. I loved that. ومثل ما قلت قعدنا ما بعرف كم ساعة يا أسماء، قعدنا تقريبا 7 ساعات 8 ساعات كله عم نضحك وعم نلعب. واللي جمعنا ولا اللي مش جمعنا، بس الشغله اللي قعدنا عم نحكي عنها هي الميك اب. كل قطعه بنحكي عنها بنحكي عن كيف طلعت وشو الفيلين ولا الكواليتي ولا التجربه ولا. ف it was kind of a girly day، هيك مثل sleep overs اذا يعني بتعرفوها يوجولي عند الاجانب. بس الكلمه it's a sleep over لما بتكون هيك بنت صغيره مجموعه اصحاب رايحه تنام عندك فئتها، فكتير لان كل الصحبات بيكونوا هناك. ف that was it was kind of a sleep over بس بالنهار طبعا مش بالليل. And then اكلنا وشربنا وضحكنا ولعبنا كتير. اسماء يعني الواحد ما بيكون بيعرف الشخص، بس لا 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 يفهمه لا يستوعبه لا يحس فيه. مثل ما قلت بالفيديو يلي قبل، بدنا نشوفه بنلمس، لانه ما حدا اهبل وما حدا غبي، فينا نحس ونفهم ونستوعب احاسيس الشخص يلي قدامنا. وهيدا اللي لمسه باسماء. I was shocked، ما كنت منتظره. I was really shocked لما اجت بالهدية تبعها. انصدمت انصدمت. مثل ما قلت بالفيديو الثاني، انا جايبة الهدايا بالبوكسز تبعهم لاعطي الهدية حقها، لفرجي قد ايه يعني with each and every little detail الشخص قد ايه بيحبنا وقد ايه بده يسعدنا وقد ايه ناطر ليشوف تعابير وشنا بس نفتح الهدية قدامه. فمن جوا
there is a box. هيدا هو البوك لانه انا فتحتهم صراحه قدامها كلياتهم. This is wow. Wow. I was happy. I was touched. I was كل المشاعر اجوني. ف it's a set. This is the cutest set I've ever seen in my entire life. يعني عمري ما شفت يعني ما عم لاقي الكلمات. It's a set في أربع كبايات وفي هيدا الإبريق وستة من هيدول الكبايات. تصور ستة بدي يفتحهم هلا. ف وهيدي هي التري تبعهم. التري فيها هيك مثل حجار على أسود. عجبتني. I was shocked. أنا كل شيء هيك miniatures بيعجبني. ما بعرف إذا أنا لحالي ولا كل الناس معي. ف this tray is awesome. He's awesome. It is awesome. وكمان عجبت لي set تبعون المجز هيك فيهم رسوم فرعونية. فقلت لها اثنين. قالت لي إيه إذا عندك حدا. قلت لها لا رح أشرب فيهم الاثنين. أول شيء ما عندي حدا. ثاني شيء رح أشرب بالكبايتين. ف I really love them. وعلى بلاك وعلى جولد. It's very chic. شفتوا كيف؟ ما علينا. جابت لي كمان هيدول مثل فيز. ليتل فيز هيك على سيلفر كمان فيهم ألوان. بس القطن. كمان على كل القصص التوريستيك ستاف. مع انه مني تورست انا يعني صاحبة البلد. كمان جابت لي شغلتين. كمان هدول شغلتين كتير بحبهم. كانوا عندي بالزمانات هني ذا سنو بولز هيك بيكونوا. فوحدة فيها ابو الهول والتانية فيها توت عنخ آمون اي جاس هيك بنرجو. معليش هذا الصوف من البوكس. ودي على سنو بولز. كتير بحب انا السنو بولز كتير مش شوي. كان يوجولي كل بلد بروح لها بجيب وحده. فاسماء اختصرت الموضوع جابت لي منهم. جابت لي كمان اتس جولري بوكس هيك على كويف من جوا على فيلفيت. اتس ريلي نايس. وعلى فكره انا ما عندي جولري بوكس. عمر ما كان عندي هيك علبه للجولري ولا للمجوهرات. عمري ما عندي. فهيدي اول جولري بوكس بحياتي. فخاصة انه ما عندي كتير جولري. زيني كم خاتم وكم شغلي. فالده سايز is perfect. في كمان هيدا هو البوكس على فكرة من جوا. معلش انا تخبص لانه شلت كان في السيت تحت. فمن فوق هيك هيدا ال kind of snow cotton. وفيها dry petals هيدول ولا وراء بالألوان. يا رب يكون باين لأنه كان البوكس تبعو للسيت تحت. في كمان جابت لي هيدي تبعو للشمعة. في هون شمعة وهون صنعة في مصر. لك تقبرني مصر أنا. فيها غرد هيك رسومات تبعو الفراعنة. I guess that's the name. فمصنع الأصيل. It's really nice. وكل ما رح أضرب عيني لأنه رح نزل شيء هون رح نزل شيء فوق التسريحة مثل ما بينقال لها. رح نزل شيء على الطاولة. فكل ما رح أضرب عيني رح تيجي عيني على قطعة معينة. ما رح أنسى القصة. مش بالنسيان إنه أنا شخص للأسف الله ما ناعم علي بنعمة النسيان أبدا. And it's a problem. بس بذات الوقت شغلة كتير حلوة لأنه ما بنسى أصحابي. لا أتذكرهم دايما في قلبي وفي عقلي. وجابت لي هيدول القطط. They are awesome. هيدول القطط الفرعونية كتير حلوين. It's a set. جايين اثنين. وكمان شغلي ما عندي. أسماء جابت كل القصص. يعني هي أول وحدة بتجيب لي هيك شغلات. حتى أنا يعني ما شغياهم. It's a mirror هيك بتيجي بالبوكس تبعها. وعلى فكرة هيدي النزلة على مصر. كل هدية اجتني نزلها جوات عيوني. كلهم. ما بدي من أصحابي التانيين يزعلوا لأنه حلفت كتير أصحاب ما يجيبوا لي شيء.
بليز ما حدا يزعل، لأن الهدية هي الوقت والصحبة والمشاعر والأخوة. فالميرر من جوا من برا هيك على جولد وفيها حجار على أحمر وأزرق، فيها صورة نيفرتيتي. أنا بعشقها على نيفرتيتي، I love her. وطبعا من هيك في الكبيرة والصغيرة طبعا لما راح أعميكم، ومن هون هيك في مثل السلسال على حجرة ولا على بيرل. It's very nice, it's very chic. أنا ما عندي أصلا مراية صغيرة لنزلها بجزاني، ف this is I will treasure it. مرسي مرسي يا أسماء، مرسي على الوقت الحلو، لأنه هيدا الوقت ما بيتقدر بفلوس الدنيا. وانبسطت معك للماكسيموم، ما بعرف يعني حتى بطلت لاقي الكلمات. بعد يومين ولا ثلاثة أيام لقيت أسماء. أسماء is not أنا she is a YouTuber. أنا I'm a fan. I'm a great fan. أنا ما بقول أنا I'm not a YouTuber. أنا شخص عندي قناة نزل عليها فيديوهات. أنا ماني يوتيوبر، ما بسمي حالي يوتيوبر بالمرة. بس بالنسبة لإلي أسماء is a great YouTuber. I'm a fan of her work. وصارت إلي الشرف إنه نقول إنه نحنا أصحاب وإخوة. I have a great honor. I'm really honored. فبعد كم يوم دائما بنحكي وهيك، بعد كم يوم قالت لي إنه عم نحكي على الميك اب بذات النهار، إنه الأوفرا وكثير بحبوا أنا للهايلايترز تبعونه، ونحنا ما عندنا البراند بدبي. فقالت إنه رح تجرب تجيبه، أنا فكرت رح تجرب تجيبه لما أرجع. بعد يومين لقيتها عم بتقلي انه في حدا جاي لعندك كذا كذا. اوكي عندها رقم الغرفة. نفس النهار طلعت كنت عم اشتري تياب لإلي وانطروا فيديو تياب، فلقيت هيدا الباج عندي بالغرفة. عم بقول مين هيدا اللي بعت لي باج، ولا اصلا يمكن منزلين الباج بالغلط. فلما فتحته لقيت هيدا it's a palette. الله يكرمها يا رب. It's a palette. هيدا it's a pouch. بيجي فيه فينا ننزل هيدا البالت وتصور. بس it's a pouch. It's a big pouch. أنا ما عندي pouches أصلا، يمكن عندي واحد وما بعرف وينه. فهيدا رح يحمل لي الغراض تبعه للميك اب. وأول قطعة ميك اب هدية بتيجيني، عمر ما حدا هداني ميك اب أبدا أبدا، عمري ما حدا رح اشترى لي ميك اب. أول ميك اب بيجيني وقلت له أنا هيدا الشيء. It's a palette. رح أغطي هون المراية. It's a palette تبعوا الهايلايترز وبرونزرز. بتجنن. وبتصور كل الناس هلأ عارفانين، كل الأصحاب وكل المشتركات بالقناة بيعرفوا قدي أنا بحب الهايلايتر وبغطس فيه وشي. طلعوا ملا ألوان فيهم 6 pens بس. ثلاثة منهم لون واحد، وهالثلاثة هي هيدا وهيدا وهيدا فيه ثلاث ألوان إلى أربع ألوان. لا هيدا ثلاثة، هيدا ثلاثة، هيدا أربع ألوان. في مثل البيراميدز، وفي هيدا على بتصور خمس ألوان، واحد خمس ألوان، والبقية يعني one color only. فقلت لها ما رح أدقها للباليت، ما بدي دب إصبعي فيها ولا استعملها. فقالت لي لا استعمليها براحتك، لانه هيدول البانس ماجنتكس بيطلعوا وي كان ريبليس ذم. فقالت لي المره الجايه قبل ما تكوني جايه راح جيب لك منهم. I will treasure it. ميرسي كثير يا اسماء. ثانك يو سو فيري ماتش. مش على الهدايا بس على القيمه تبعولون، وعلى النهار الغير شكل يلي قضيناه مع بعض. واي هوب انك انت كمان انبسطتي هيداك النهار وقدرت هيك نزل ولا ارسم بس ابتسامه صغيره على وشك. والله يوفقك يا رب، الله يفتحها في وشك، والله يوفقك في مسيرتك المهنيه وفي حياتك الشخصيه كمان. وان شاء الله نتقابل قريبا جدا اذا كان هون بدبي ولا بمصر. وبدي اترك لكم رابط قناة أسماء مثل ما قلت، وبتصور إنه عندي مصداقية شوي هلأ صارت. شغلها بالميك اب بالفيديوهات روعة روعة روعة، رح تتعلموا كتير تكنيكس in a very professional way. مش التعطير هيك تبعوا لي أنا الميك ابات هيك المعطرة، لا هي شغل كتير مرتب.
هيدا هو الفيديو عم بشكر فيه شخص عمل من قيمتي وحبيته من كل قلبي. يا رب يديمها محبي يا رب. إذا عجبكم الفيديو كالعادة ما تنسوا تضغطوا لايك وتشتركوا بالقناة ليوصلكم كل شيء جديد من عندي. انتظروا فيديوهات كمان جاي، إذا مشتريات وهدايا كمان من أغلى الأصحاب يلي بأغلى بلد بالكون، أم الدنيا مصر يلي أنا كتير بحبها. و thank you so very much for watching. bye bye.